في عندك ذاكرة خاصة حول القصيدة الأولى اللي كتبتيها؟ شكرا أحلام، وأهلا وسهلا بالجميع، وشكرا على حضوركم. يعني لحسن الحظ أنا بتذكر نصي الأول، لأنه في الحقيقة أنا ما كتبته. يعني في قصة طريفة مرتبطة فيه. أنا انولدت في برلين وعشت هناك أول 5 سنين، ورجعنا أثناء الانتفاضة الأولى. فبتذكر كطفلة لما رجعت على فلسطين، وكنت يعني مشتوها إنه شو هذا المكان، إنه كنت تحس إنه في إشي غريب بحصل فيه، ولكن أنت كطفل ما يعني ما تفهم الحدث أو طبيعته أو شو بيصير، ولكنك حاسس إنه في طاقة غريبة في هذا المكان، وحاسس إنه في مزاج معين، كأنه هذا المكان معبأ بالأسرار. حتى هاي إذا بدي أحكي ذكرتي عن الانتفاضة الأولى، هي ذكرتي عن مكان مليء بالأسرار. وبتذكر من أكثر الأشياء اللي كنت مأخوذة فيها هي الشعارات اللي كانت موجودة على الجدران في كل مكان في فلسطين، في المدن وفي القرى. في حركة غريبة مرتبطة بهاي الشعارات، إنه كنت تحسها إنه بتعبي المكان، بتعبي المدينة، تندفع في كل الاتجاهات، إلها طاقة معينة. ما بتعرف مين كتبها، ما عمرك شفت الناس اللي كتبوها. بنفس الوقت هي بالنسبة إلي كانت لغة غريبة، لأني لغة ما كنت شايفتها. وكان حتى فكرة نفسها إنه أنت كنت تنام وتصحى تاني يوم تلاقي المدينة معبأة إشعارات، كأنك فعلا كنت تصحى على المدينة وهي تحلم قدامك. فيوم من الأيام كنت قاعدة في حديقة منزلنا، وكنت لسه ما تعلمت القراءة أو الكتاب، ولكن بلشنا إنه نتعلم. يعني بتعرف تنقل بس ما بعرف إنه فعلا أقرأ أو أكتب. فنسخت الأشياء اللي مكتوبة على الجدران اللي قبال بيتنا، وبعدين أخذت النص لأمي وحكينا كتبت هذا الإشي. فهي بتحكي، بتطلع علي، بتطلع على النص، يعني بتقرأ، بتحكي لي بس أنت ما كتبتي هذا الإشي، أنت نسختيه. بحكي لها لا أنا كتبته يعني. فهي بتحكي لي، ويمكن وقتها لمحاولة إنها كنوع من الحماية برضو إنه أنت تنقل هيك شعارات، ما يعني حكت لي ما بيصير تنقلي إشي أنت مش فاهمتي، بلكي يعني كانوا كاتبين إشي عنك، بلكي كانوا كاتبين داليا هبلة أو إشي وأنت نسختي هذا الإشي. فحكت لها بس أنا بعرف أقرأ اسمي، يعني لو كاتبين عني إشي كنت رح أعرف. فأنا هلأ بس أفكر في هاي القصة، إنه بفكر إنه هي بتحمل كل مركبات الكتابة. إنه أول إشي إنه أنت في الحقيقة ما بتكتب، إنه كل عملية كتابة هي عملية نسخ، وإنه في الحقيقة الكتابة بعزلتها الصارمة وبوحدتها، وعلى الرغم من إنها فعلاً هذا الجهد الفردي اللي بتقعد لحالك في الغرفة، ولكنك بتشتبك دائماً وإنت تكتب مع أصوات الناس اللي بيكونوا عالمك الداخلي، أصوات الكتاب اللي أنت قرأتهم، أصوات عائلتك، أصوات مجتمعك، أصوات أصدقائك اللي هم. ففي الحقيقة أنت ما بتكتب هذا النص الخالص لإلك، كل كتابة هي إعادة كتابة لما قالوا الآخرين، هي مجموع أصوات الآخرين. والإشي الثاني اللي بفكر فيه في هذا الموقف، إنه وهذا الإشي اللي حسيته من الحوار مع أمي، إنه في إشي خطير في الكتابة، إنه الكتابة فعلا يعني إنه ما بصير بس أكتب، إنه الكتابة خطيرة. أدركت خطورته لاحقا. أكيد هذا كله هلأ بفكر فيه طبعاً. مش أنا طفلة. بس في حين وإيش كان ردة فعلك؟ يعني احتفظت فيه، احتفظت في أمك هذا النص الصغير اللي سمته نسخ؟ ما بعرف شو صار فيه، بس بس يعني بس بسترجع هلأ لأنه برجع يذكرني شو فعل الكتابة، وإنه الكتابة فعلاً فعل خطير. ومش بس هي خطيرة لأنها بتحكي عن المقدسات أو بتحكي عن التابوهات أو بتحكي عن المسكوت عنه، هي خطيرة لأنها كمان تتحرك في هاي المساحة اللي دائماً بتحاربها كل المنظومات، المساحة اللي الهويات فيها مش نقية، إنه الإجابات فيها مش قاطعة، إنه العالم مش سهل تصنيفه، وإنما العالم غامض، وإحنا أشخاص نحمل تناقضات مهولة. وهذا محل وكل الأنظمة سواء قمعية أو مش قمعية بترفض هذا الإشي وبتحاربه، وبتشوف فيه إنه إشي بعكر صفوها. والإشي الأخير اللي بشوفه في هذا الموقف إنه كمان إنه أنت في أي نص بتقرأه، إنه أنت أول إشي بتقدر تميزه هو ذاتك، ودائما بتبحث عن ذاتك في الأفلام اللي بتحضرها، في الكتب اللي بتقرأها،
حتى في صداقاتك يعني أنت بتدور على الذات اللي رح تصيرها. فأنا بحب إنه هذا النص هو أول نص لإلي من أكثر من ناحية، إنه فعلاً إنه دائماً أصلاً علاقة الكاتب بنصوصه هي علاقة إنه أنت بس تخلص نصك ما بتعرف هل أنا كتبته فعلاً من وين أجا. يعني أنت بتحس حالك مجرد وسيط لقوة تانية كتبت من خلالك، ودائماً في شعور بالغرب اتجاه نصوصك القديمة وتساؤل إنه شو ميكانيكية الكتابة، كيف صارت، وإنه يمكن في الحقيقة مش أنا اللي بكتب، يمكن أنا مجرد وسيط لإشي تاني بكتب من خلالي. وإنه وبحب فكرة إنه أنا نص الأول ما كتبته لأني كنت بدي أعبر عن إشي أو إنه في حاجة لأحكي إشي، إنه نص الأول كان هي أجل محل إنه طفلة كانت مأخوذة بشيء ما، والطريقة إنك تتقرب من هذا الإشي أو تحاول تلمسه أو تلتقي فيه هو من خلال الكتابة. بتخيل وبحب يعني بتمنى إنه دائماً تكون كتابتي بهذا المحل، إنه المحل اللي بحاول ألتقي فيه أو ألتحم في إشي إحنا ما بنقدر نلتقي فيه بحياتنا الحقيقية، حتى فكرة تروح حدا تاني أو التلة أو الشجر، كل هاي الأشياء الكتاب هي مرات محل اللي بتقدر تلتقي فيه أو تلتحم بالأشياء اللي في الحقيقة ما بتقدر تلتقي فيها، ولكن بتصبو لإلها وبتتساءل عن طبيعتها.